نهاية المباراة المنتخب المغربي أمام الكونغو، الفوز المغربي 6-0. أجواء رائعة جدا في ملعب أدرار، إذا الانتصار 6-0 نتيجة رائعة، نتيجة ممتعة. مبروك، ألف ألف مبروك للمغاربة من طنجة إلى الجوري العزيزة، الفوز على الكونغو 6-0. نهاية ديال المباراة المنتخب المغربي، كما كتشوفوا جماهير مغربية كتحتفل في كل مكان. هذا هو ملعب أدران، اللهم بارك. أجواء خيالية، جماهير راضية بهذه المباراة الرائعة جدا بين الكونغو والمنتخب المغربي. كما كتشوفوا الروح الرياضية بين اللاعبين الكونغو والمنتخب المغربي. ألف ألف مبروك، إذا النتيجة رائعة جدا 6-0. ديجا هضرنا لكم بأنه الفريق متواضع تماما، إذا ما نقولش بأنه الفوز بالسداسية زعما حنا واعرين، ولكن الفريق كيبقى فريق متواضع. إذا كما قلنا بأنه لقى بعض المشاكل، صعوبة خاصة في الملعب ديالو، وخصوصا بعد السفر ديالو الى مدينه اكادير لقى واحد الصعوبه. اذا فريق متواضع وفوز بالسداسيه، اذا النتيجه مهمه، وحاليا ما بقى لنا والو، تاهل الى المونديال 2026. اذا مبروك، الف الف مبروك للمغاربه كاملين، احتفالات روح رياضيه بين الكونغو والمنتخب المغربي. اذا مبروك، ألف ألف مبروك. حاليا كننتظروا اللاعبين كما قعدتم، دائما كيصفقوا على جماهير المنتخب المغربي على حسب التشجيعات ديالهم والاحتفال بهذا الفوز الرائع جدا. اللهم بارك، جماهير. إذا غادي ننتظروا، ها هما كما قعدتم، المنتخب المغربي كيصفق على جماهير مغربية في الملعب. كما كتشوفوا حاليا جماهير مغربية، واو 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 واو، اللهم بارك. احتفال جماهير مغربية المنتخب المغربي، وتصفيقات كما كتشوفوا، تصفيقات المنتخب المغربي، جماهير مخصوص إمازيغ. واو واو واو، اللهم بارك. وكذلك جماهير مغربيه كما كتشوفوا، احتفال بهذا الفوز 6-0. برافو جماهير المنتخب المغربي، المنتخب المغربي، المنتخب المغربي. اذا هذا المغربي 6-0، سعد النقاط الصداره في المجموعه، لهما الواعرين في المجموعه.